بتمنى بس رضاها. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب حضراتكم والدنيا بخير. أيام معدودة ونستقبل أجمل شهر بنستناه، شهر رمضان المبارك اللي بنجدد فيه قلوبنا بالطاعة والصوم والدعاء في كل صلاة، ونجدد عهدنا مع ربنا بالأعمال الصالحة، ونترجى في كل لحظة عفو ورضا. أصلنا في كل يوم بنعيشه وكل عمل بنعمله أو عملناه بندعي دايما نفوز بمحبته، محبة الله. كلمة واحدة بتملأ القلوب رحمة، وبتدي لديننا معنى فيها العطاء والكرم والمودة في الحياة. المحبة هي الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى زرعها في قلوبنا وحسينا عليها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. معنى المحبة ده هيكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مع فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. عليكم السلام، أهلا وسهلا. دايما بنقول في حياتنا كده وتعاملاتنا مع الناس إنه الحب عمره ما كان كلام ولكن هو أفعال. نعم. والله المثل الأعلى، وأفعالنا مع ربنا سبحانه وتعالى وحبنا لربنا سبحانه وتعالى لابد أنه يترجم لأفعال ومواقف، مش كلامه خلاص. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. المحبة أصل الوجود وأصل كل شيء. إذا خرجت المحبة من الأشياء نفرت منها النفوس. الإنسان يقبل على الشيء إذا ما أحبه، ويرتبط بالشيء إذا ما أحبه، ويقوم بواجب العناية والرعاية للشيء إذا ما أحبه، بين الرجل وأسرته، بين المرأة وأبنائها، بين المرأة وزوجها، بين الإنسان وبين الأكوان، بين الأشياء والمخلوقات. فجعل الله المحبة هي أساس لوجود الأشياء وترابط الأشياء وميل القلب إلى الشيء. لذلك عندما أرادوا أن يعرفوا المحبة قالوا هي ميل النفس إلى ما تراه خيرا أو تظنه خيرا. الإنسان بيروح لي يخبط على البيت عشان يتزوج فلانة، هو مال قلبه إليها فرأى أن هي دي اللي إيه اللي هتبقى سبب سعادته في الحياة. هو ليه أنا بروح أمسك وأقف قدام الشيء وأجيب من هنا ومن هنا وكون مبلغ عشان أشتري الشيء ده لظني بأنه سيدخل علي سعادة وسرورا ويقضي لي حوائجي؟ صحيح. ولله المثل الأعلى كما قلت، ده شيء تقريبي. طب المحبة لله صفاء الود مع دوام الذكر. صفاء الود، صفاء الود يعني إيه؟ يعني لا ينبغي أن تكون محبتك بينك وبين ربك مربوطة بشيء، فيها شيء يعكرها يشوبها. بلاش تخلي اللي بينك وبين ربنا معكر، خليه صافي. وكيف يكون صافيا؟ بأن يكون إيمانك بالله خالصا. يبقى كأن المحبة دي هي علامة الإيمان. الإنسان إن لم يؤمن لن يحب. فإذا ما أحب، إذا آمن بربه أحبه، وإذا أحب ربه آمن به. دخل رجل شيخ كبير في السن على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحسين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسين، كم تعبد؟ بتعبد قد إيه؟ قال: يا رسول الله، أعبد 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يا حسين، من الذي ترجوه لرغبك ورهبك؟ لما تخاف من شيء، لما حاجة تقلقك، لما حاجة تزعجك، حاجة تضطرب تجعلك مضطرب في حياتك، بتلجأ لمين فيهم؟ قال له: إلى الذي في السماء. لما تعوز حاجة وتطلب حاجة وتحب حاجة ونفسك تميل إلى شيء وترغب فيها، إلى ممن تطلبها؟ من الذي في السماء. قال: إذن دع الذين في الأرض واعبد الذي في السماء ونعم بالله. فأسلم الحسين. إذن بداية معرفتك بربك هي بداية الحب. إذا ما عرفته أحببته. لما تقرأ، ودي جاي شهر رمضان وكلنا
يعني ربنا يبلغنا رمضان على خير. أمين يا رب. كلنا بيبقى لنا علاقة مع كتاب الله، حتى لو كسلنا طول العام بنيجي في الشهر ده نبقى حريصين، نبقى حريصين قوي يكون لنا ختمة وختمة. مر كده على الآيات التي تربطك بالله، التي تحدثك عن نعمه، عندما يقول لك ربك وما بكم من نعمة فمن الله، هذه تكفي. وما بكم من نعمة فمن الله تكفي. لذلك قالوا كل ذرة في جسد الإنسان تعرف ربها، والإنسان بإعوجاجه يقودها إلى غير الله. كل ذرة في بدن الإنسان تعرف أن لله فضلا عليها، لأنها ما تحركت وما دبت فيها حياة إلا إذا أو عندما أراد الله تبارك وتعالى. والإنسان هو الذي يأخذها إلى الإعوجاج، إلى الميل نفس. بالضبط، إلى ميل إلى الشرور ونحو ذلك. لذلك وما بكم من نعمة فمن الله توقف الإنسان وتجعل الإنسان يفكر. كل ما عندي من الله، نفس أتنفسه من الله، طبعا كل حركة أتحركها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن عندما أرجع النعم التي أتنعم بها وأتقلب فيها ليل نهار إلى الله، هذه علامة ودليل وحافز لي وتشجيع لي وإنهاض لقلبي لمحبة الله تبارك وتعالى. ونعم بالله. أحد الناس في أيام كورونا، وإحنا شفنا كتير قوي، يعني كان الإنسان أحيانا بيتنفس بجهاز، طبعا من يصاب بجهاز، قد إيه عرفنا نعمة النفس، إنك أنت تاخد نفسك بنفسك دون أن يتدخل أي عامل خارجي. طيب أحد الناس الصالحين، ودي قصة حصلت من قريب، يعني حبس بوله، قعد 24 ساعة مفيش، وتعب شديد وألم شديد، اضطروا ينقلوه إلى فلما نقلوه إلى المستشفى وضعوا الأسطرة، فخرج الماء واستراح. فأولاده قاعدين كده فبيقولوا له يعني هنخرج بس نشكر الدكتور اللي عمل كده. فبكى، قالوا له بتبكي ليه؟ قال أديلي 70 سنة يخرج الله مني هذا الشيء وما فكرت مرة أن أشكره. سبحانك يا رب. ومرة أخرجها مني الطبيب بآلة فتريدون أن تشكروه. طبعا من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ما هي دي الفكرة؟ ولكن قد إيه إن الناس تبتدي تفوق. بالضبط. لما بيحصل حاجة تفوقها. نعم. لكن مش على الدوام عارفين ومقدرين نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. استأذنك ناخد التليفون. مدام عطيات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. السلام عليك يا أستاذ. الله يسلمك، ربنا يخليك يا رب. على الشيخة ويدا، ربنا يبارك فيه ويديك. الله يكرمك. أمين يا رب، تفضلي. لو سمحتي يعني كنت عايزة أسأله على زكاة المال. ليا ابن غلبان وابنه مش لاقي يتجوز وغلبان راخر، وابن ثاني في علامة الكلية بالمصاريف. ممكن إن أنا من زكاة المال إن أنا أقدر إن أنا أديله؟ حاضر. وعايز ادي لفلسطين وادي للمستشفيات. حاضر. ممكن من الزكاة مش كده؟ من زكاة المال. حاضر حاضر حاضر. تابعينا مدام عطيات، يجوز ان هي تدي ابنها او ابن ابنها؟ طيب. من زكاة مالها. احنا عندنا بس اصل مهم قوي، وهو ان الزكاة لا تجوز لا لاصل ولا لفرع. لا تجوز لا لأصل. الأصل أنا مكلف بالنفقة عليه، أنا مكلف بالنفقة على ابني على بنتي يعني. طيب في قول عند بعض العلماء بأن المرأة مش مكلفة بالنفقة. طيب ولكن بنقول كلما كان الإنسان بعيدا عن هذا الخلاف يكون أفضل، أني أنا ما ينفعش أدي زكاتي للابني، خاصة للرجل كمان. الخلاف جاء في المرأة عشان يعني الأم حضرتك تقصد. ولكن متى يعطي الرجل حتى والمرأة زكاته لابنه أو ابنته؟ إذا ما تدينت، كانت غارمة بدين
بمبلغ ما عليها ممكن أدفعه من زكاة المال، ولكن الأصل أني أنا لما ألاقي ابني في ضيق أنا واجب علي إن أنا أساعده، إن أنا أساعده، إلا لو كان مش فايض مني إن أنا أنفق عليه من الواجب وأدي زكاة مالي، وقتها ممكن أوجه لي زكاة المال. يعني بمعنى إن هو ما فيش إلا ده يأديه الزكاة يا كده مش هياخد، لأن أنا ما معيش، مش فائض مني شيء إن أنا أديه له. فهنا نقول ممكن نعطيه من الزكاة. طيب برضو الزكاة، المصارف اللي تقدر إن هي تطلع فيها زكاتها إيه؟ كتير قوي. وأهم شيء إن أنا أتأكد بس من المكان اللي أنا بدفع فيه. يعني مثلا أنا هدفع زكاة مالي إلى أهل فلسطين، ربنا يفرج يا رب الكربهم، أمين يا رب. يبقى أنا عن طريق مؤسسة معتمدة معروفة، هيئة تقوم على هذا الأمر، يبقى واضحة بحيث إن المال اللي أنا هحطه ما يروحش في أي جهة أخرى. لو في مستشفى برضو بقى تحت رعاية أمر ما، وهتذهب إلى مثلا مرضى هذه المستشفى أو نحو ذلك. فالإنسان دائما يتأكد، لأن الحقيقة الأشياء كتيرة قوي، وربما الإنسان يختلط عليه الأمور، أين الصحيح من غيره. ربنا يتقبل يا رب. المحبة أنواع؟ المحبة هي واحدة، ولكن ممكن نقول هي درجات. زي بالضبط تعلق الإنسان بأي شيء في الحياة، في ناس بيزداد تعلقها قوي، وواحد يخف التعلق، وواحد التعلق يكون ضعيف، وواحد ما فيش تعلق خالص، زي تعلقنا بالأمور. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حبا لله، طبعا. وكان من كثرة حبه لله وتعلقه بالله لا يدخر جهدا في عبادته. أفلا أكون عبدا شكورا، يقوم صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم حتى تتورم قدماه. إذا ما الذي دعا، أو الأمر الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يقوم هذا القيام الذي يعني يتعب جسده ويتعب بدنه، ولكن كان يرى الراحة في طاعة الله شكرا على ما أولاه الله من النعم. ومن أعظم النعم نزول هذا المنهج عليه، نزول القرآن عنده من أفضل النعم، نزول الوحي وتوالي الوحي على رسول الله كان من أعظم النعم، أن يكون هو النبي الخاتم من أعظم النعم. إذن هذا يدل على أن رسول الله قدم حبا لله، والله أحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل، برحب بحضراتكم مشاهدينا معنا مرة تانية. معنا النهاردة فضيلة الشيخ عويد عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد مدام حليمة. مدام حليمة تفضلي. ألو مدام حليمة. ألو. طب حاولي تكلمينا مرة تانية. فضيلة الشيخ، مقتضيات المحبة إيه؟ أي حاجة لها دلائل، وأي حاجة لها علامات. يعني ما تجيش تقول لي أنا بحب الشيء الفلاني وأنا ما بعملش اللي يدل إن أنا بحب، وأنت هاجر الشيء الفلاني، أو أنت بتهمل بالشيء الفلاني ولا تعتني به. يبقى إذن مقتضى المحبة بيننا وبين الله، بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتباع والموافقة. دي أول حاجة، الاتباع والموافقة. لماذا قال لك افعل، ولماذا قال لك لا تفعل؟ اختبار لك، لأنك لابد أن تختبر. أنت آمنت وتدعي أنك آمنت، إذن أين علامة الإيمان؟ عندما يقول لك ربك افعل كذا أنت تسارع، عندما يقول لك أهجر الشيء الفلاني الحرام أنت لا تقترب. يعني عشان تقول أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى يبقى الأوامر لازم تتبع ربنا سبحانه وتعالى قالنا عليه. لذلك هي مش كلمة. يعني واحد يقولك أنا بحب ربنا، وأنت لما تشوف أفعاله في حب الله، هو يظلم الآخرين، يأكل حقوقهم، لا يقوم بواجب الله، لا يقوم بفرائض الله، وتسأله ولك والله أنا بحب ربنا، بحب ربنا. لا، ما هو مش كلمة بحب ربنا، بتحب ربنا، احنا مش مكذبينك في هذا،
ولكن لهذه المحبة دلالات، لهذه المحبة هم دول اللي بيتقال عليهم يقولون ما لا يفعلون. بالضبط. أعوذ بالله. نعم. طيب ناخد أم محمد. أم محمد اتفضلي. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك؟ الحمد لله بخير. يا شيخة عويدة. أهلا وسهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ دلوقتي والدتي هي راح عمر في رمضان إن شاء الله في سنة. إن شاء الله. إن شاء الله. طب واخوها مخاصمها بقاله 6 سنوات. هو دلوقتي ما غلطتش فيه في أي شيء، طب دلوقتي عليها أي وجه؟ هي طيب ما بتحاولش تتواصل معاني، هو اللي مقاطعها ولا هما الاتنين مقاطعين بعض؟ لا الخلاف كان على حاجة تافهة خالص. تمام. هما الاتنين ما بيكلموش بعض؟ لا هو هي جربت منه قبل كده كتير بس هو رافض يكلمها. هو بني آدم يعني مش كويس، بني آدم مغرور. طيب حاضر. هو اللي باعد نفسه خالص عن اخواته البنات ده بقاله 6 سنين. طيب وحضرتك بتتواصلي، هو خالك مش كده؟ خالك. ها؟ خالك. انت بتتواصلي معاه؟ لا احنا ما بنكلموش برضه. طيب هي نفس مشكلة والدتك هي مشكلتك انت برضه. احنا ما بنكلموش على زعل والدتي. فخلي بالك. ماشي حاضر. طيب تابعينا يا ام محمد. طيب. تسأل كمان بالتحديد عشان هي طالعة عمرة في رمضان. فعايزة تقول ان كده عمرتها هتقبل ولا لا؟ ولو ما فيش عمرة هي صلة الرحم بتكون فقط عند مش محتاجة عند مناسبات صلة او الرحم مواقف. بتكون عند الحج. احنا داخلين على ايام طيبة، ايام شهر رمضان. الانسان يصفي ما بينه وبين الخلق، يعني الانسان يبدأ يصفي ما بينه وبين الخلق من حقوق. فصلة الرحم دي امر يعني هي لا تقطع بحال مهما كان الخلاف، اشتد الخلاف قل الخلاف. مسألة ان الواحد يقاطع اخوه، الواحد يقاطع اخته، الواحد يهجر اقاربه، ما ينفعش. يعني والدتك وقع في مشكلة وحضرتك واخواتك لو ما بيتكلموش خالك واقعين في نفس المشكلة، قطع صلة رحم. ده برضو كذا. يعني احنا لو سألنا هي تقول لي والله اخويا غلط فيها في كذا، انا غلطت فيه في كذا. طيب حضرتك ممكن يبقى خليك ما عملكش حاجة اصلا، هو مجرد انه مقاطع والدتك فانت رحت مقاطعاه علشان هو مقاطع والدتك. يعني افعال جاهلية محضة. ان احنا طالما انا دام خاصم اخويا يبقى انا خلاص. من لذلك بنقول دايما انا مخاصم اخويا ولادي يصلوا عمهم. ليه ما لاش؟ والا كل انسان معلق مسؤول عن رحمه يوم القيامة، زي ما بنقول متعلق في رقبته. صحيح. فاحنا مش عايزين نعلم اولادنا كده، ده اكبر خطأ. ان انا لما اكون مخاصم اختي ولادي ما يتواصلوش معاها، انا مخاصم اخويا ولادي ما يتواصلوش مع اخويا، هذا خطأ. وبقى خايفين يتواصلوا مع عمهم عشان ابوهم ما يزعلش. ما يزعلش. هذا ما فيش كده، ده الشرع مش كده. وهي صلة الرحم ان احنا نصل من قطعنا. بالضبط. مش ان احنا نصل من وصلنا. فعلى كل الاحوال هي رايحة ان شاء الله عمرها تقبل، بس هي تحاول تتصل عليه، ما ردش عليها يبقى خلاص كده معذرة الى ربكم عملت. وربنا يتقبل منها يا رب. نعم. نورتني يا فضيلة الشيخ، بشكر حضرتك. هنروح مع بعض مشاهدينا الفاصل ونكمل مع حضراتكم ان شاء الله بعد الفاصل. أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. الحمد لله على أصغر النعم اللي في حياتنا اللي ممكن كتير مننا يشوف إنها عادي. هو الحقيقة مش عادي، لأن في غيرنا بيشوف العادي ده شيء كبير جداً. وعشان كده لازم ندرك قيمة كل نعمة ربنا كتبها لنا، ونحاول على قد ما نقدر نساعد غيرنا بطرق كتير جدا عشان ننال الأجر والثواب. كلام مهم هنقوله النهاردة عن قيمة العمل الصالح وخروج الصدقات مع فضيلة الشيخ مصطفى فتح الله المتحدث الرسمي باسم جمعية البر والتقوى المصرية. فضيلة الشيخ سلام عليكم، أهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عافاكم الله وشفاكم. أمين يا رب. بنقول احنا في أيام استثمار عمل الخير ومساعدة الغير. نعم. وانه أيام نختنمها عشان نقرب من ربنا سبحانه وتعالى. أيام فيها الخير كله من عند ربنا، فيها رفع درجات، وفيها يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا، وفيها حاجات كتير قوي حلوة، وفيها ان ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف حسناتنا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صحيح. أحيانا كتير إحنا بنستقل العطاء ونقول يا ترى ربنا هيتقبله ولا لا.
واحيانا تنيا بعض الناس من البخلاء يعطي العطاء ويقول خلاص انا اكتفيت. هناك فارق بين هذين، الذي يعطي وكله اخلاص لله ومحبه لله. في ناس عندها فرح زي ليله زواجها بالظبط حينما يبدا من الان للاعداد لشهر رمضان، لانه بيعتبر ان رمضان ده هو شهر الثمار، أو لما يفتكر زمان وهو صغير أبوه وأمه كانوا قد إيه بيعطوا ويمنحوا الناس ويخرجوا الطعام والشراب، فكان البيت كله في حالة فرح. ها هو إن شاء الله رمضان سيأتي بإذن الله بعد أيام، ها هي الأيام التي تسبق شهر رمضان اللي احنا فيها دلوقتي ختام لأعمال العام كله. صحيح. فاحنا عايزين نعمل ربط بين ختام العام وبداية العام، إن احنا من دلوقتي نطعم ونسقي ونتصدق ونزكي ونعطي من الخيرات، علشان ده هيدخر ويمشي معانا بإذن الله واحنا داخلين شهر رمضان، لأن ما يلبث رمضان حتى يأتي العيد، والعيد ده بس مش عايز أكل وشرب، ولكن هيكون فيه محتاجين ستر وغطاء وأمان ودفء للناس. عايز أقول نفرح الناس بالمكافأة بعد الصيام. فإيه رأي حضرتك من دلوقتي والسادة المشاهدين نقول لهم مبادرة أمان ودفى، مبادرة الهدايا العينية اللي احنا بنتكلم عنها، احنا مش هنقول التبرعات العينية، لا، اعتبر ان انت وان كان الامر عندك قليل، جمعية البر والتقوى تروح لغاية بيتك وتاخد ما كان هذا القليل، ان كان سرير قديم او حاجة قديمة. في ناس بتيجي الشيء اللي احنا بنستهون بيه ونبقى شايفينه قليل هو اقصى طموحاتهم. نعم، عايز اقول لحضرتك ان في ناس فريق عمل، ان كانوا نجارين، ان كانوا ناس بتصلح اجهزة، ان كانوا كذا، ده كله موجود. فحضرتك بتجيب الحاجة أو بتبعت الحاجة، إن كانت مراتب، مخدات، سرايك، دواليب، أي حاجة من الحاجات اللي أنت عايز تعين بيها الناس، تحسبونه هينا قليل عندك في البيت، قديم، موجود في البلكونة، الكراكيب اللي موجودة فوق، لا، نزل ده كله. وإحنا الحاجة دي بياخدوها جماعة البر والتقوى وينجروها ويعملوها ويزبطوها، وبتتنقل بعد كده تروح للناس اللي محتاجة. شيل من على الأكتاف ونخلي اللي جاي كله من فضل ربنا سبحانه وتعالى، هي علاقة ود لله سبحانه وتعالى. لو أنا اعتبرت نفسي أن أنا بشتغل في شركة فيها 100 واحد، رئيس مجلس الإدارة لأصغر عامل، وبتيجي أخبار أصغر عامل ده لرئيس مجلس الإدارة، الكل يعلم اللي عمله، فتخيلي ولله المثل الأعلى، حينما يعلم القدير سبحانه وتعالى أن عبدا من عباده يعطي ولو قليل، يشهد الله الملائكة والأنبياء والقبر والأرض والسماوات والأراضين ويوم القيامة، ويشهد 3 أماكن يمشي عندها ويكون عندها، إن كان الصراط وإن كان الحوض وإن كان الميزان، الجميع يشهد والجميع يشفع لهذا، وفوقهم جميعا رسول الله يشفع، ثم يشفع الله له سبحانه وتعالى، فيكون تحت ظل عرشه بهذه الصدقة القليلة، هذا العطاء القليل. يلا نروق بقى البيت وننزل اللي على كتفنا كله من هذه الهدايا العينية لأحبابنا وأسيادنا الفقراء، حتى ينعموا بها بجانب الطعام والشراب طوال هذا الشهر الكريم بإذن الله. وربنا يتقبل يا رب. نروح نشوف تقرير خاص بجمعية البر والتقوى ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. البيان الأول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة، قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فإطعام الطعام أكثر حاجة تقربك من الجنة. أنا واقف في مخزن من مخازن جمعية البر والتقوى، وورائي وحولي كرتونة الخير اللي بتعملها جمعية البر والتقوى، كرتونة مشرفة مقصود بها أن تصل إلى أسيادنا الفقراء. يلا شاركوا معانا،
لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من فطر صائما كان ختلت عطايا مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجر الصائم دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. أقول لك على فكرة، يلا بينا، والدي الذي توفي أجعله يصوم معايا رمضان عن طريق الاشتراك في كرتونة الخير مع جمعية البر والتقوى على روح أبي. يلا بينا ما نصومش رمضان واحد، أصوم أكتر من رمضان، أنا صائم رمضان وهفطر صائم، فبقوا اتنين. يلا بينا نساهم مع جمعية البر والتقوى في كرتونة الخير. اللي يشارك في كرتونة الخير مع جمعية البر والتقوى المصرية يمكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقه الخير كله، لأنك لما تساعد على إطعام بني آدم ربنا سبحانه وتعالى يشيل عنك الابتلاءات، يخففها من عليك. كل بني آدم عنده همومه وعنده مشاكله، طول ما أنت بتتصدق وبتراعي ربنا سبحانه وتعالى وبتساعد غيرك ربنا سبحانه وتعالى يرضيك هو. نعم. من عنده نداء يلتفت إليه كل الناس، يا باغي الخير أقبل، يا من تريد الصدقة أقبل، يا من تريد الإطعام أقبل. هذا هو الاحتفال الأكبر، الاحتفال العظيم للدنيا كلها في هذه الأيام، الاحتفال بعطائك لعباد الله، فيحتفل الله بك في الملأ الأعلى حينما يعطيك. عايز أقول لحضرتك كرتونة الخير ويمكن الطعام للغير زي ما بنقول هو فضل لك وفضل للغير. عايز أقول لحضرتك لو اعتبرنا إن إحنا في عندنا طعام، الطعام يعني الطعام في الكرتونة هعتبر إنه طعام جاف، لكنه طوال الشهر موجود، الناس بتاكل وتشرب من خلال هذا الطعام. طيب أنا دلوقتي جمعية بر والتقوى عملت حاجة، قالت هنعمل طعام جاف للبلاد اللي إحنا بنسافر لها، ودي بنستغرق في السفر ممكن 12 ساعة 10 ساعات، ودي صعب ان يكون فيها مطبخ الخير بالضبط، وعقبال ما بنوصل. ومع ذلك احنا هنشتغل على حاجة تانية، ان احنا في بلاد او هنعمل 20 مطبخ من مطابخ الخير موزعة على الأماكن الأكثر احتياج، بحيث يوضع لها التموين من الطعام، إن كان بصل بطاطس أطعمها كده علشان نعمل وجبة الفطار. الجديد اتعمل في ان احنا بنعمل فطار وإن شاء الله كمان سحور تجوب به الشوارع. أنا عايز أقول لحضرتك جماعة البر والتقوى عاملة أمر يمكن أنا شفته بعيني في زيارة من زيارة أحد القرى ومنها دمياط، إن أنا شفت عربيات ماشية بتبيع طعمية وبتبيع فول وسندوتشات وبتدي للناس بدون أي مقابل. فتخيلي هذا عطاء طوال النهار، ده بعيد خالص عن مطبخ الخير، قدامنا ده مطبخ الخير. نعم ده مطبخ الخير في كل بكل ما فيه. إحنا عندنا مزرعة السمك، ومزرعة السمك بتترجم إن في رمضان إن شاء الله هيكون في طعام، هيبقى كل الأشهر طعام، إن كان لحم أو فراخ أو أسماك، من فضل ربنا سبحانه وتعالى، بحيث إن إحنا بنغطي مليون وجبة وكرتونة إن شاء الله. بإذن الله تجوب مصر كلها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يتقبل من كل القائمين على هذا العمل من فضل الله، وكل الفاعلين للخيرات أسأل الله تبارك وتعالى ألا ينسى الناس اللي دايما بقوله في مبادرة الكرسي الفارغ في ترابيزة السفرة، اللي احنا فرد زيادة، اعتبر ان في أسرتك في فرد زيادة، ده القليل، ده القليل. في ناس الله أكبر ربنا موسع عليهم عاملين ست كراسي في الترابيزة، احنا بنقول الأقل اللي هو يدوب على قد ما انا بتكلم على ست كراسي، احنا لا اتفقنا في الزواج يكونوا ست كراسي. إذا يبقى في أربعة، يبقى في عندي كرسيين، يلا كرسي واحد، وفي ناس عاملين 8 كراسي، وفي ناس ما شاء الله عندهم 12 كرسي، عايزين نزود دوت. وناخد بالنا أن هذا طعام أطعم به هو يأخذ الثواب وأنا آخذ الثواب، وللوالد والوالدة ولكل من سبقنا. أنا ليه هستنى لما أولادي يعملوا لي وتبقى رحمة ونور؟ ما أنا عايشه وتقدم وأسرع، عسى الله أن يغفر لي وأشوف الخير ده قدامي من فضل الله. دعوة أنك تروح مطبخ الخير، عايز تقدم الطعام بنفسك أهلا وسهلا، عايز تبعت لنا وإحنا بنعمل دوت أهلا وسهلا. والجمعية السنة دي كمان عاملة فطار وعاملة سحور، والسحور كمان تخيلي حضرتك، يبقى أنا جمعت بين الثواب الإفطار وثواب السحور. ودايما حضرتك ناخد بالنا وسادة المشاهدين أن كل كفارات اليمين أو معظم الكفارات إطعام، فليه
أنا ما أطعمش 10 مساكين، حلفت يمين كذا علي إطعام 10 مساكين، حلفت في كفارة كذا يبقى إطعام مساكين، إطعام إطعام إطعام. إذن يبقى حينما يتوفر هذا الشرط في قبول الله تبارك وتعالى، حينما يقصر الإنسان في أمر ما أو يغفل عن أمر ما، هو الإطعام، إذن يبقى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وحتى لما يكون بعد ذلك في أي أجر أو ثواب إضافي بيكون عن طريق الكفارات التي يغفر الله بها سبحانه وتعالى لعباده ويقيمهم على التقوى والطاعة والقبول بإذن الله إن شاء الله. نروح نشوف تقرير تاني خاص بجمعية البر والطاقة ونرجع لحضراتكم مرة تانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد، في اليوم المشرق الجميل ده وفي الايام الطيبه احنا موجودين معاكم في محافظه الاسماعيليه، بالتحديد من قريه ابو احمد او ام عزام اللي بتتبع مدينه القصاصين. احنا في مكان فيه اكتر من 300 اسره، حوالي 350 بيت، كل بيت فيه اسره محتاجين للميه. اكتر حاجه بيحتاجوها هنا، لان الميه العموميه بتجيلهم متاخر جدا في الليل وما بتكفهمش. فقامت جمعيه البر والتقوى بدعمكم ومساندتكم بعمل المحطه اللي ورايا دي. عشرات الافراد اشتركوا وعملوا هذه المحطه، وكلهم بياخدوا اجر واجر متواصل، صدقه جاريه ان شاء الله الى يوم الدين. وان شاء الله تستمر المحطه في عطائها وفي اخراجها للميه الصالحه، ودي الاهم في الموضوع. لو لاحظتوا جنب هنا على يميني هتلاقوا جامع ابو احمد، ربنا يبارك يا رب في اللي اتبرع بالارض واللي اقام المسجد. يعني المحطه دي بتساعد كمان على ان الناس اللي احتاجوا يتوضوا بميه نظيفه يتوضوا، اللي بيخرج من الجامع بيشرب لما يكون ظمأن وعطشان. الحقيقه مكان استراتيجي، قريه محتاجه للميه، قرية عدد أسرها كتير جدا، 300 أسرة أو أكتر. المكان يعني معدوم فيه المية الحلوة، المية الصالحة للشرب الكويسة اللي لو جت بتيجي متأخرة جدا ما بيكفيش الناس. فكانت المحطة هي خير وسيلة تهديها بقى أيادي الطيبة المباركة من خلال جمعية البر والتقوى لأهالي هذه القرية. تقبل الله منا ومنكم، وأدام علينا نعمة الصحة والعافية، وأدام علينا نعمة العطاء، وجعل أيدينا دايما عليا نقدمها لكل المحتاج في كل مكان. شكرا ليكم، السلام عليكم ورحمة الله. أكيد كلنا عارفين أن المشاركة في أي شيء يخص المياه ولي أجر وثواب كبير عند ربنا سبحانه وتعالى. عايز أقول للسادة المشاهدين، أوجه لكل المتصدقين وكل اللي بيقيموا هذه المحطات من التحلية، أنتم كلكم كده معزومين إن شاء الله عند ملوك الآخرة اللي هم أسيادنا الفقراء في جناتهم من فضل الله تبارك وتعالى. الجميع مدعو على أنهار، على أنهار اللي أنتم بتعملوهم ليهم، لأن كلهم دلوقتي بيفطروا من خلال المياه اللي أنتم عملتوها، واللي بتعد دلوقتي في المحطات هم من فضل الله بيسقوا منها ويشربوا ويأكلوا منها في هذه الأيام، إن كانوا يصومون فيفطرون عليها، وإن كان شهر رمضان. فأنا أبشركم الخير، أنتم مدعوون على موائد الرحمن يوم القيامة، تشربوا وتطعموا من أنهار الجنة بهذا الفعل. أسأل الله أن يتقبلنا ويتقبلكم. اللهم بلغنا رمضان يا رب، زائدين غير منقوصين يا رب العالمين. وأكرم كل متصدق بعفو وعافية وشفاء يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أمين يا رب. نورتني يا فضيلة الشيخ. شكر الله لكم وشكر لقناة الحياة والقائمين جميعا يا رب. أشكرك. بشكر حضراتكم مشاهدينا، ولو عشتوا كل يوم رشوف حضراتكم بكرة على خير إن شاء الله. السلام عليكم. أنا لما قلت يا رب يا رب هديت وهدي بالي، أنا اتكلت عليك في كل أحوالي. أنا